في آيات من سورة النمل، وعلى وجه الخصوص الآية 40 واللي قبلها، ونتحدث اليوم إن شاء الله في اللي بعدها 41. قبل هيك نذكر شوية في الماضي. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وجيد أنه هنا نركز أنه هنا المقصود مسلمين، يعني مستسلمين، مستسلمين، تمام؟ قال عفريت من الجن، تحدثنا، قال الذي عنده علم من الكتاب، وتحدثنا. والأولى انه ما نركزش كثير مين هو اللي عنده علم من الكتاب، لانه هذا بيبعدنا عن الرسالة اللي بترسلها هذه العبارة، اللي هي ايش يعني، انه علم الكتاب ممكن يوصل الانسان الى قدرات فوق القدرات الخارقة المعروفة لدى سواء انس او جن. اذا قال الذي عنده علم من الكتاب، اذا هو كيف استطاع أن يأتي بالعرش على هذه الصورة الخارقة؟ لأنه عنده علم من الكتاب. الآن بهمناش منه، وإن كان قلنا بأنه الرازي، المفسر الرازي، بيرى أنه سليمان، وبينا كيف يعني توجيهها أنه ممكن يكون سليمان، هذا تحدثنا فيه. ثم آخر شيء كنا نتحدث في أنه الآن في بحوث، في بحوث علمية انه تحويل الطاقة لمادة، لانه احنا ببساطة بنحول المادة لطاقة، بنحول البنزين لطاقة عبر الحرق مثلا، بنحول الخشب لطاقة، الفحم الحجري لطاقة. اذا تحويل المادة لطاقة هذا من مارسه، لكن طيب تحويل الطاقة لمادة هذا فيه دراسات مطولة، لكن الان كل المؤشرات تقول انه من الناحية النظرية يمكن تحويل المادة الطاقة لمادة، لأنه واضح أنه من الصيغ اللي ممكن تكون في ذهن البشر أنه كيف ممكن الإتيان بهذا العرش. القضية مش متعلقة بقوة، القضية مش متعلقة بقدرة، لأنه عفريت من الجن قال، فسرنا عفريت ومن الجن. إذن المسألة إذا كانت متعلقة بالقدرات الجسدية وسرعة الحركة، وسرعة الحركة هي توفر العفريت من الجن وكان بيأخذ معه وقت شوية، لكن في موضوع علم الكتاب طالما إنه قضية متعلقة بعلم الكتاب معناته المسألة ما إلها علاقة بالقدرة الجسدية اللي موجودة عند عفريت من الجن أو غيره. وقلنا أن الجن هم عبارة برضو أقرب لمفهوم الطاقة من الإنس، وبالتالي قدراتهم هائلة بالنسبة للإنس. إذن القضية لها علاقة بعلم الكتاب، معناته برسل لك رسالة أنت المسلم، الكتاب فيه علوم ممكن توصلك لتسخير القوى الكونية. من بعض الصيغ اللي ممكن بطرحها البعض ليفهم الموضوع، أنه هل هو تحويل المادة غير الحية، تحويل المادة غير الحية لطاقة ثم استرجاعها. اليوم قلنا انه احنا في عندنا قدرة على انه نبث الصوت ونرد نجمعه بسرعة هائلة، بسرعة الضوء، نبث الصورة ونرد نلقطها، نبث الرائحة ونرد نلقطها. طب والاجسام؟ ما هي الاجسام في حد ذاتها على فكرة، اذا كان الكرة الارضية كلها على بعض، كلها على بعض، لو اتصلت الالكترونات بالنواة، وهذه قضية سبق لفتنا الانتباه إليها، لو اتصلت الالكترونات بالنواة في الذرات، الكرة الأرضية بصبح حجمها هالقد. انتم سبق مرة في ناس قالوا لي لا هالقد، وقلنا ماشي الحال، هاي الكرة الأرضية، هذه هي المكونات المادية بس، ولا الباقي ايش؟ الباقي ايش؟ فراغات او مجالات طاقة بس، هذا هو. وبالتالي ايش السر في قضية ممكن تحول انت المادة لطاقة ثم تنقلها بسرعة الضوء ثم تجمعها؟ لكن اللي حصل واضح انه مش مهم كيف، الان انه نتيجة علم الكتاب. خلينا شوي في موضوع الكتاب،
طبعا واضح انه المقصود بالكتاب هنا اللي هو جنس الكتب السماوية اللي هو الوحي. احنا بنعرف انه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الايمان بالله ملائكته كتبه ورسله. كان ممكن واحد يقول طب رسله تكفي بتسد عن كتبه رسله، لانه يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسالته تتلخص بايش؟ رسالته تتلخص بايش؟ بالقرآن والسنة، تمام؟ طب اذا ليش كتبه؟ الايمان بالله ملائكته كتبه ورسله، لانه كلمة رسول شو بتعني؟ شو بتعني رسول؟ مرسل، مرسل اليه رسالة، رسول، اربعة زي قتيل، شو بتعني؟ قاتل ومقتول وفعل قتل، قاتل ومقتول وفعل القتل مثلا، مش هيك؟ هون رسول، مرسل، مرسل اليه رسالة والرسول. طب لايش الكتب؟ ما هي الكتب من ضمن الرسالة، من اجل انه توصلك برضو رسالة. بتقول انه الانبياء كانوا يعطوا كتب، جزء من رسالتهم كتب، يعني جزء من رسول من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب، وجزء منه اللي هو القرآن، وجزء منه شفهي، كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم شفهي، مشافهة، وحي مشافهة. يعني الصلاة مثلا، الصلاة صلاها الرسول وحي، صلاها فعل وحي، فعل هذا وحي، واحيانا سلوكه وحي، تمام؟ لا، الرسالة مش بس انه ببلغ شفوي او بفعله وسلوكه، لا، وكمان في كتب، وهذه الكتب فيها اسرار، هذه الكتب فيها اسرار. بما انه بتكلم مع المسلمين الان في القرآن على علم الكتاب، معناته لازم يكون يذهب ذهننا وين؟ للقرآن، انه القرآن ككتاب. ولاحظوا في تفريق، القرآن عم بفرق مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. شوف، تلك آيات الكتاب وقرآن، الكتاب من جهة كونه مكتوب، والقرآن من جهة كونه مقروء، بيختلفوا عن بعض كونه مكتوب أو مقروء، كل واحد بيعطي معنى زائد. طريقة الكتابة اختلفوا فيها العلماء، كتابة المصحف هل هي توقيفية يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا انه كان يدخل، هذا اللي من مين له ولدينا الادلة عليه، هذا وهذا هو قول جماهير العلماء انه توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا. وذلك بتلاحظوا القرآن الكريم طريقة كتابة الكلمات، طريقة كتابة الكلمات فيها اسرار، وبالتالي القرآن كتابته لا يقاس عليها. يعني هو معظم ألفاظ القرآن على فكرة ضمن الكتابة اللي بنعرفها نحن، القياس والاصطلاح، والاصطلاح، لكن في كلمات تكتب بطرق مش مفهوم ليش، مش مفهوم ليش، وراها أسرار. فإذا مش بس قرآن، لأنه أنت المعنى الذي تأخذه من خلال السماع، من خلال السماع بيختلف أحيانا. شو يعني بيختلف؟ زيادة مثلا في أسرار جديدة خلال الكتابة. ولذلك إحنا سبق ذكرنا على وجه السرعة بس فيما يتعلق بالقرآن، لابد أن نعرف أنه طريقة كتابة القرآن لابد من التنبه إليها. إحنا كمسلمين، المسلمين عبر 1400 سنة بتكلموا عن إعجاز القرآن وما بحثوش تماما في إعجاز الكتاب. جديد بدأت المسألة تتحرك في موضوع إيش؟ إعجاز الكتاب، لماذا كتب بهذه الطريقة؟ وكذلك ننجي المؤمنين، لماذا حذفت النون في قضية إيش؟ يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ها؟ المهم فنجيناه من الغم وكذلك ننجي. هذه كيف مكتوبة؟ نون جيم يا. طب ليش انتم ممكن في المصحف تشوفوا فوق كمان نون مكتوبة صغيرة، هذه اضافات منا احنا للتوضيح، اما في اصل النص مكتوب نون جيم يا بس، مش هيك؟
والغريب والغريب انه النون التي لم تكتب هون والله يتكلم عن ذي النون. لاحظوا وذا النون عن مين الكلام؟ عن ذي النون، حذفت النون وكذلك ننجي تمام؟